يا ساتر. يا ست ليه بتقفلي الباب بالمفتاح؟ قطيعه الكالون باظ مع اننا مصلحينه مرتين، وتيجوا تزقوا من بره يتفتح لوحده. اتفضل يا حاج اتفضل. طب شوفي لي السكه بعد اذنك. حاضر. بسم الله ما شاء الله. اتفضل يا حاج. الحمد لله لحقناها على اخر لحظه. الحمد لله. اتفضل اتفضل يا حاج. دستوركم اللي جوه. السلام عليكم. ستي احسان انت جيت يا حاج؟ ايه سلامتك حاسه بايه؟ قرب يا حاج قرب، اصلي مش سامعاك. بقولك حاسه بايه؟ تعبانه قوي يا حاج، حاسه اني خلاص هودع، عشان كده شيعتلك. بعد الشر عليكي، ايه اللي حصل؟ انت كنت زي الفل. ايه مش سامعاك، ما تقرب يا حاج، انت واقف بعيد كده ليه؟ هروح اجيب لك حكيم. لا انا مش عايزه حكيم، انا عايزك انت. استغفر الله العظيم. قصدي يعني دواي عندك انت، بس اللي تقدر تشفيه. ربك هو الشافي. طب امسك ايدي كده يا حاج. قصة استوري نفسك. مش قادرة. استوري نفسك استوري نفسك. بسم الله ابتديت وعلى الله توكلت وبه استعنت. بسم الله القوي استقويت. اللهم قوني واعني على ما نويت وشفعني فيها. بسم الله ارقيك والله يهديك من كل ما يغريك. بسم الله ارقيك والله يحميك من كل ما يغويك. بسم الله ارقيك والله منقيك من كل دني هو فيك. بسم الله أرقيك والله مغنيك عن كل شريك. اللهم إن هذه أمتك في أمواج الظلمات ضلت، فأنر لها قبسا من نورك للنجاة، وأعنها على نفسها التي مرقت فتهتدي إلى نور الحق بفضل كرمك وعفوك ومغفرتك. سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم إني قرأت قرآنك العظيم على صدر وفؤاد أمتك ليكون لها هداية، ولفؤادها راحة، ولقلبها سكونا وطمأنينة. أنا الراقي وأنت الشافي.
اللهم أنا الراقي وأنت الشافي، اللهم تقبل مني، اللهم تقبل مني. يا من قلت وقولك الحق، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكمان قافلين بالمفتاح، ده حريص قوي. لا يا معلم، ده انا اللي قلت لحسن ياخد بعضه ويهرب. يهرب يهرب. ها صاحبنا في القفص من غير ما يزرجل. حلاوتك. والعريس فين دلوقتي؟ جوه عنده. وازاي الحال؟ كله تمام. ايش صباحه قرب. ها بقالهم كتير؟ يجي لهم ساعة. صباح الشقاوة. أنا مستغرب، بقى معقول الحاج صالح يقع على طول كده؟ لا وأنت الصادق، ده وقع على عرض. انتوا مستعجلين ليه؟ دلوقتي الميه كاتب الخضاص وهيطلع من باب الاوضه وهو بيغني ويقول يا خرجة من باب الحمام وكل خد عليه خوخة 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 طالع مشيت حافية وخدت زكام وربط راسي مدوخة دوخة 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 دوخة. تشربوا ايه؟ اسمعي يا انيسه، وطبي لنا القعده هنا عشان الزبون لما يخرج يلزمه كاس يعدل دماغه. الكلام اللي بتقوله ده صدق يا ولا؟ امال يعني انا اللي هألفه من دماغها مساعد انت اخرى؟ يخرب بيتك، كل اخبارك كده عكنانه في عكنانه. مش انتوا اللي عايزين ياما؟ ما كناش نعرف انك زي غراب البين، كل خبر من اخبارك يخرب بيت بزيه. بس ايه رايك الشغل النهارده عالي قوي؟ ايه رايك بقى لازم تزودوا المعلومه؟ معلوم ايه يا ابن المجهولة؟ انا مش عارفة اللي جوه دي اخش اقول لها ايه. الله 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 الله، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه. مرحبا عريس. صباح ورد. ليلتك فل. وشك ولا وش القمر، خد لك كاس معانا. صباحيه مباركه يا عريس، ده انت طلعت انس زينا ولا احنا مش عارفين. انعام. ها يا عنيسة يا عنيسة، تعالي خش للست احسان وتقول لها تيجي بسرعه بسرعه. ولا اقول لك خليها تيجي بعبالها كده، انا مشتاق اسمع الاخبار قوي. العينيا اما صاحبك ده طلع ولد، طلع نكته. بس انا بستغرب لما شافني وشه اتخطف ليه؟ ويتخطف ليه؟ ما خلاص بقى زينا، وشه اتعرق بقى زينا ابن انس وحظ. المهم كل الناس تعرف، لازم فضحته تبقى بجلاجل. أنيسة، الست جاية؟ لا اتفضل. ايه هنخش لها احنا ولا ايه؟ لا تتفضلوا تمشوا. نمشي؟ نمشي نروح فين يا وليه انت؟ وبتقول مش عايزة تشوف اي حد منكم بعد النهار. انت بتخرفي، بتقول ايه يا وليه انت؟ انا خلاص يا جماعة مخي شات ومش فاهم حاجة. يلا بينا نخش نشوف الوليه اللي جوه دي جرالها ايه؟ يا صباح التقل، ما انا قلتلكوا ان الحاج صالح ده مش سهل. وراي وراي. ايه اللي حصل يا ست انعام؟ قولي لنا يا وليه.
انت عملت ايه في الراجل؟ بس تحكي لنا من الاول واحده واحده. ايوه احكي لنا بالتفصيل الممل. هي انيسه ما قالتلكوش؟ قالت لنا ايه؟ اني مش عايزه اشوف خلقه اي حد فيكم، لا هنا ولا في اي حته تانيه. الولية جننت. لا وانتوا صادقين، ده انا عقلت عرفت انكم ابلسه ولاد ابلسه. يلا بقى امشوا من هنا يلا. الولية مطهرة. طب بس نعرف ايه اللي حصل الاول ويكون في علمكم بقى. لو حد فيكم استجرى وقال كلمه واحده في حق الحاج صالح، انا بنفسي اللي هقف في وسط السوق كله وهفرج عليكم وخلقه وهقول ايه اللي انتوا كنتوا ناويين تعملوه في الراجل. فاهمين ولا لا؟ يلا بره. الجيش ورا بره. يا مرسي صباح الفضايح. يا مرسي يا مرسي كلمت يا صدق يا ناس. بقى الحاج صالح الراجل الطاهر اللي ما بيسيبش فرد يعمل كده؟ مش عارفه اقولك ايه، بس يمكن الواد مصرح يكون بيقول كده عشان ياخد فلوس والسلام. ما هو حتى لو ما قالش كده وحتى لو ما شافش حاجه كده كده هياخد. معاكي حق، قال كده واكلين وكده واكلين. اعمل ايه يا مستعد؟ اعمل ايه يا ناس؟ الراجل هيديها من ايديا. وطي صوتك، اعملي معروف البت جوه تسمعنا واحنا مش ناقصين فضايح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحت أمرك. أنت مش عارفني يا حاج، أنا إنعام. إنعام؟ الحقيقة مش واخد بالي. إنعام اللي كنت جاية لك باسم إحسان، إنعام اللي أنت هديتها وخدت بإيديها للطريق الصح. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. أصلك اتغيرتي قوي للأحسن طبعا. بسم الله ما شاء الله وشك نور. بفضلك يا حاج انا جاي اشكرك ومسلم. استغفر الله. انا عايز اطلب منك حاجه. انت تأمري. عايزك تعلمني الصلاه وتبتدي معايا قرايه القران. ربنا يبارك لك، انا تحت امرك. بس تفتكر يا حاج ان ربنا هيتقبل مني توبتي بعد كل اللي عملته؟ قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. صدق الله العظيم. اطمئني، خير الخطائين التوابون. عبد الكريم. أيوة حاج. إن شاء الله بكرة الصبح بدري في بضاعة جديدة جاية المخزن، عايزك تاخد المفتاح معاك وانت تستلمها وتأيدها هناك بنفسك. حق. وشوف ايه اللي ناقصنا هنا بقى هاته معاك. من عينيا يا حاج. ايه اقول لكم السلام عليكم. عليكم السلام. السلام, السلام, السلام يا حاج. ماشي يا عم عبد الكريم. سيبين الباب مفتوح ليه؟ ها؟ السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. يا ام سعد، مين دول؟ ده المأذون ومعاها الشهود يا حاج. مأذون ومعاها شهود؟ ليه؟ مين اللي هتجوز؟ انا مالي، الحاجه هي اللي امرتني. والحاجه فين؟ جوه في اوضتها. العروسه للعريس والجري للمتعيس. مبروك يا حاج. مبروك؟ مبروك على ايه؟ على جوازك. ايه؟ جوازي؟ احنا هنتجوز بعض تاني؟ ما احنا متجوزين. لا، هتتجوز تاني الليله دي. انا هتجوز تاني الليله دي؟ لا اكيد بتهزري. ايه التخريف اللي بتقوليه ده؟ لو بتحبيني حقيقي لازم توافق. زار حكايه جدا. اوافق على ايه يا سيده؟ تتجوز اللي انا اخترتها لك. انت اكيد سخنه. لا مش سخنه، انت عايزاني اتجوز تاني سيده؟ عايزاني انا اتجوز تاني؟ ما احنا ما عندناش حل تاني، ما احنا ما بنخلفش. وانا ممكن قوي يبقى العيب مني انا، فانا عايزك انت تتجوز وتخلف وتملى لي البيت عيال. مين قالك بس ان انا عاوز عيال؟ انا عايزه يا صالح، انا عايزه يبقى لينا وريث. يعني تقدر تقولي بعد عمر طويل كده اللي عندنا ده كله هيروح فين؟ انا عايزه يبقى ليك انت وريث يشيل اسمك عشان خاطري. لو بتحبيني حقيقي زي ما بتقول لازم توافق. سيده، انا مش مصدق اللي انت عايزاه. مين العروسه بقى؟ هنية. بنت غلبانة ومن لحمنا ودمنا. دي قدي بنتي يا سيدة. وماله يا حاج، هو الحلال ما فيهوش عيب. اللي انت عاوزاه ده يا سيدة جنون. اسمع يا حاج، ما اقولها لك هي كلمة، لو ما اتجوزتش هنية الليله دي قسما عظما ما انا بيتلك فيه. وكمان بتحلفي؟ بصراحة انا مش مصدق اللي انت عايزاه، ومش قادر افهم ليه عايزه تعملي كده. سيده، انت قد مشاكل الجواز ده. ما تخافش، هنية دي هتبقى مننا، هتبقى طوعه ليا وليك، وباذن الله لما تخلف ولادها هيبقوا ولادي. ولادك يا صالح. تعالي يا مساعد، تعالي. يا ام سعد. ايه يا هنيه، مالك واقفه كده ليه؟ انا هاخد دلي في اسناني وههيك. تهكي انت يا بنت اللي خبطت في نافوخك؟ مش انا اللي اتخبطت في نافوخي. مش انا. امال انا؟ لا، قابلت الحاجه يا عيني عليها، في واحده بعقلها تجوز جوزها وتجيب لي نفسها ضره. قابلتك الحاجه دي توديك البحر وتجيبك عطشانه. انا مش عايزه اروح البحر، وكمان مش عايزه اطلع عليله الاصل. الناس تقول عليا ايه؟ دخلت بيتها خطفت جوزها. يا بنت ما حدش ضربها على ايدها. اهدي بس، انا هفطنك على كل حاجه. بقى قابلتك الحاجه دي يا بنتي منى عينها تريح الحاج، والحاج منى عينه انه يشوف له روحه خلفه. صح صح. انتي بقى عليكي تريحي الاثنين. ايه؟ اريح الاثنين ازاي؟ الرب زواج مبارك ان شاء الله يا حاج. الله يبارك فيك. امال العريس فين؟ هو اتاخر ليه؟ لا العريس ما اتاخرش، العريس موجود قدامك. قدامي؟ قصدك ايه يا حاج؟ انا. انت يا حاج؟ في حاجه يا مولانا؟ ابدا، بس هي الحاجه هي اللي بعتت لي، وهي اللي اختارت لي العروسه. ما شاء الله ما شاء الله. مش هنبتدي بقى؟ ايوه هنبتدي، بس لازم موافقه العروسه الاول. يا ام السعد يا ام السعد. نعمين يا حاج. اديهم خبر انهم جايين ياخدوا موافقه العروسه. من عيني. حاضر. نزلي الطرحه على وشك، ادخلي يا ام السعد.
اتفضلوا. مساء الخير. مساء الخير. يسعد مساكم. موافقة يا عروسة على جوازك من الحاج صالح؟ أيوة موافقة. لا لازم هي اللي تقول. من يوم اتقابلتي الحاجة، قصدي من يوم تاني، موافقة. على بركة الله. مبروك يا هنية. مبروك يا حاج بالرفاق والبنين. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام. والله وبضت لك في القفص يا هنية، عقبالك يا ام السعد. ايه مالك يا بنت قاعده كده ليه؟ انا خايف، لكن مكسوفة. ليكي حق تنكسفي، بس مش بالشكل ده. المهم انا عايزك تسمعيني كويس. الحاج بقى جوزك لكن مش عايزاكي تاخدي عني. معقولة أنا أخد عليه؟ أنا مش أخد عليه خالص. هي العين تعلى على الحاجب، لكن هتني زي ماني، وهقوله يابا الحاج. في واحدة تقول لجوزها يابا الحاج؟ لا ما يصحش. أقوله يا خالي الحاج. تقولي له يا حاج وبس، وإياكي في يوم أسمعك بتقولي له يا صالح حاف. حاف؟ حفيت قدامي واتقطع لساني اذا كنت اقولها. واي حاجه تحصل بينك وبينه تيجي تقوليها لي، مفهوم؟ اي حاجه اللي تشوفيه قبلتي. سيدة أوام هتقعدي القعدة دي. قعدة إيه؟ قعدة الفكر اللي لا يودي ولا يجيب. لا انتي مخك راح لبعيد. ما انتي عارفة احنا شبكنا الشبكة دي ليه؟ أيوة علشان يعرف ان العيب منه وانه مش هيخلف أبدا وما يستجرش يبص بعد كده لوحدة تانية. الله ينور عليك، اديكي فاهمة. امال مالك كنتش قاعده كده زي اللي شايل الهم؟ اصلي صعبان عليا. اول مره من يوم ما اتجوزنا ينام بعيد عني. بكره يعرف مقامك ويقول توبه من دي النوبه. انا هعمل لك كوبايه شنسون تروقك وتهدي قلبك وتقرب النوم من عينيك. بس قولي لي الاول، اجيب العشاء تتعشوا مع بعضيك ولا ودي في اوضه العروسه؟ هو الحاج فين؟ في الحمام. طيب روحي ودي لهم العشاء في الاوضه. حاضر. ده العشاء. عشاء؟ احنا مش هنتعشى كلنا مع بعض؟ الحاجة هي اللي امرتني. وهي فين؟ جوه في اوضتها. افتحي يا هنية، ايدي مش فاضية.
سيدة، أنا لولا أن عهدت أبوك من قبل ما يموت أني ما أرفض لك إيش طلب، ما كنت شوفيتك على اللي أنت عملتي الليلة. أنا عمري ما خطر على بالي أجيب لك درة تقوم أنت تعمليها بنفسك. تكبرش الموضوع، هي هنية دي درة أعتبرها لأجل ما تجيب لنا الولد، الولد اللي هتقيم راسك بيه وسط زمايلك وصحابك وقرايبك. طب مش جايز تطلع ما بتخلفش؟ مش جايز العيب مني أنا؟ إيه اللي عمل ساعتها؟ أبقى أنا ما قصرتش، أبقى أنا عملت اللي عليا. على العموم اللي فيه الخير يقدمه ربنا. يلا يا صالح قوم ادخل لها. بلاش الليلة، أنا الليلة متلخبط خالص. وبعدها لك بقى، يلا بلاش دلع. لا مش داخل. الله، ايه شغل العيال الصغيرة ده؟ حبكت الليلة يعني. يجاتك ايه؟ البنت تقول ايه؟ جوزناها على الفاضي. يلا يلا يا صالح عشان خاطري. مش عارف اقولك ايه. ما تقولش حاجة، اتوكل على الله. صالح. ايه يا حبيبتي؟ يعني ما قلتليش تعالي نتعشى؟ تعالي نتعشى. انا قابلت ام السعد قالت ان انت اللي قلت لها تدخل صينة العشاء في اوضه تانية. الليلة دي بس هسيبك تتعشى معايا، بس بعد كده العشاء معايا انا. انت تشوفي كده ليه يا مصعب؟ انا قلت يمكن تعوزوا حاجه. لا روحي نامي انت. عشنا وشوفنا. بتقولي ايه؟ بقول اللي يعيش يا ما يشوف. تصبح على خير يا عريس. انت ايه اللي رجعك؟ مش قادر يا سيدة. مش قادر يعني ايه بقى؟ يعني مش قادر ادخل اوضه غير اوضتك. معلش يا حبيبي، استحمل عشان خاطري. لا لا لا، انا هنام هنا. يا بتاعتي قوم يا صالح، قوم ما يصحش كده، قوم اخذ الشيطان. قوم يا حبيبي، اقول لك اجي معاك اوصلك اوضتها. لا لا لا، شكلي يبقى بايخ قصاد البت يعني. طب يلا خلاص هروح. يلا عشان خاطري. تصبح على خير يا حبيبتي. وانت من اهل. توكلنا على الله. هني. نعم يا ابو الحاج. ابو الحاج هني، انت مكسوفه؟ لا لا، قابلتي الحاجه قالت لي
الجواز ما فيهوش كسوف. طب كلي. لا لا، قابلت الحاجة قالت لي ما تاكليش معاه غير اما يخلص خالص. طب عودي. لا لا، قابلت الحاجة قالت لي ما تاخديش عليه. هنين. لا لا يا بنتي، انت بتجري ليه بس؟ هنية انت مرادي وانا بقالي قاعد ساعة ونص قاعد قدام الاكل. يلا. انا مش مصدقة حكاية مراتك دي، وممكن تعفوني من الموضوع ده؟ اقعدي. طب اقعدي، ما تخافيش ما تخافيش، اقعدي اقعدي. بسم الله. يلا انت مراتي دلوقتي، مقامك من مقامي. ربنا يخليك. هي العين تعلى على الحجب؟ لا بس اقعدي. طب كل انت وانا هتفرج عليه. عيب يا هنية، انت طيبة اوي. اقعدي عادي، تليكي جعانة طول النهار. طب خلاص بعدت ايدي، اقعدي تاكلي ايه بقى. يلا بسم الله. الصينية خلصت؟ لسه بناكل يا مصعب. هو ايه اصل ده كل ده وما شبعتوش؟ يا لهوي، انت لسه ما اكلتيش لحد دلوقتي؟ ماليش نفس يا مصعب. يعني ايه مالكيش نفس؟ هتنامي من غير عشا وهم نازلين على الاكل زي اللي بياكلوا في اخر زادهم؟ انت شعرفك، هو انت دخلتي وشفتيهم؟ لا، كلمتهم من ورا الباب وما هنش على حد فيهم يقوم يفتح لي. ايديهم مش فاضيه. يعني انت قصدك تقولي ان الحاج نفسه مفتوح على الاكل؟ وليه ما تقوليش ان هي اللي نفسها مفتوحه؟ شيل الاكل ده. يعني بردك مش هتتعشي؟ يوه زهقتيني، قلتلك شيليه. خلاص مش قادرة اشوف حد، سيبيني لوحدي، روحي في مناخيري. تصاحبني وتشدلقني، تصاحبني وتشدلقني، تصاحبني وتشدلقني. حاضر. ها ام السعد. نعم. روحي كده شوفيهم ايديهم فضيت ولا لسه. هنية هنية هنية، قابلتي؟ قابلتي؟ الحقيني قابلتي. ايه في ايه بس؟ الحقيني قابلتي يا بنت الناس. انت ايه اللي جابك الاوضه دي؟ اهدي بس اهدي. انت مش هتنامي؟ انام ايه، ما حضرتك مصحيني اهو. لا انا قصدي تنامي على السرير. يعني حضرتك نام انت. طب اقلعي. اقلع اقلع ايه يا سيدي؟ قصدي يعني تلبسي قميص نوم يعني عشان تنامي. لا انا بنام كده. انا بصراحه تعبت يعني. تصبح على خير. مع السلامه. تصبح على خير. حطيت في النور ليه؟ هنيه انا ما بعرفش انام في النور. وانا بخاف من الضلمه. البت سونا جارتنا وقعت في المصرف في الضلمه. معلش استحمليني النهارده. سيدي. ها. أنا خايف. استني هنا، انت رايحة فين؟ نعم يا قبلتي. رايحة فين؟ أحضر الحمام للحاج. تعالي هنا.
حمام الحج ده من اختصاصي انا، وانا اللي بفطره والبسه لغايه ما يخرج يروح شغله. ادخلي اوضتك. حاضر. طب ممكن اروح الحمام؟ تعالي هنا، انا قلت ادخلي اوضتك. من هي اللي عايزه تحضر الحمام للحاج؟ حق بطلوا ده واسمعوه ده. لا بقى دي داخله مستقويه قوي. انا نويت اخليها زي ما هي تساعدك في شغل البيت. طبعا. امال هي فاكره نفسها ايه؟ صباح الخير. يسعد صباحك يا حاج. ما تقعد واقف ليه؟ امال هنيه فين؟ تلاقيها في اوضتها. يمكن نامت. لا وانا خارج من اوضتك هتصحي. تلاقيها نامت تاني، ما هي سهرانه طول الليل. طب روح ادهلها بقى عشان تفطر معانا. ما تسيبها تستريح، دي عروسه. يعني انا عايزها تتعود تصحى بدري. تصحى بدري ليه؟ عشان تريحك. وهو انا قلت لك ان انا تعبانه؟ روح عند اهلها يا حاجه. سيبيها تبقى تفطر على راحتها. روحي انت هات الشاي. عيني. حاضر. بقول لك ايه يا صالح، البيت ده له نظام عمره ما هيتغير طول ما انا موجوده فيه، مفهوم؟ اللي تشوفيه. تسلم ايدك. يا صباح الفل، يا صباح السعد، يا صباح الهنا، يا ست العرايس. صباح الخير يا ام سعد. يا سلام، بكره يتم المراد من رب العباد وتهل البشاير ويبقى ما فيش في غلاوتك عند الحج. قولي لي يا ام سعد، فطر ولا لسه؟ ابدا ما فطرش، ده راسه الف سيف ما ياكل ولا يمد ايده على اللقمه الا ما تطلعي وتاكلي معاه. ربنا يخليه ليا وما يحرمنيش منه ابدا يا رب. بقول لك ايه، خير؟ انا عايزه اامنك امانه. قولي يا ام سعد. اي كلمه من هنا ورايح بناتنا يعني ما تجيبيش بيها سيره للحجه ابدا، احسن تطين عشتي وعشتك اكتر ما هي متطينه. من يمي تاني طمني، ومن يميتك انتي ربنا يستر. خلاص يلا بقى وريني عرض كتافك وروحي اتزوقي كده وهندمي روحك وارسمي حواجبك زي حواجبي كده بالظبط. ايه ده ايه ده، استني استني، حواجب دي ولا هباب وابور؟ يا بنت حواجب، اعملي بس زي ما بقولك كده وقرصي خدودك وورينا الحلاوة. ضروري يعني؟ إلا ضروري، طبعا ضروري، عشان تبقي زي الوردة المفتحة في عيون الحاج. وقال على رأي المثل، اللي جوزها يحبها الشمس تطلع لها، واللي ما يحبها وشها زي دهراها على المحارة يعني. اسأليني أنا عن الرجالة. الله، صحيح بتتجوزي كل عيد ضحية بعد الدبحة على طول؟ مين اللي قال كده؟ أنا ما اتجوزتش غير هما كم مرة يجي لها، خمس ست ولا سبع مرات. خمسة ستة سبعة؟ ده هجة عرابي ما راحش فيها الرجالة دي كلها. أصل زمان الرجالة كانت بتفهم، وأنا بسم الله ما شاء الله عليا كنت زي فلقتش القمر، طول بعرض طول بعرض. وحصل لك إيه؟ ابدا، كلها حمامين ثلاثة وبشت. عبد الكريم. ايوه حاج. انا رايح مشوار كده وراجع. هتاخر يا حاج؟ لا شويه. برعاية الله. ايه في ايه؟ الله يخليك، بس عايز اوصل لحد بيت الراحه. انت جرالك ايه يا علاء؟ كل ما الحاج يمشي تبقى هتتجنن على دوره الميه. ظروفي وحشه قوي 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 يا عم عبد الكريم. السلام عليكم. اهلا اهلا يا حاج، وازاي الحال؟ الحمد لله نحمده ونشكره. اتفضل سرايح يا حاج. الله يبارك. اجري يا زكاة القهوه بتاعت الحاج. اخبار الشغل اللي فات المره اللي فاتت عجب الحاجة؟ ما انت عارف المصنعيه بتاعتك هي اللي بتعجبها. ايه عندك ايه جديد؟ طلباتك يا حاج. انا عايز اسويره تكون شبابي شويه وعقد وحلقه كمان. من عناية يا حاج. Thank you.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معقول برضو يا حاج كل ما تيجي تزورني تكلف نفسك بالشكل ده؟ يا دي حاجات بسيطة. جمايلك كترت قوي يا حاج صالح. ربنا يديم بينا المعروف. الحقيقة أنا جاي النهاردة عشان أقول لك حاجة. خير؟ يعني دلوقتي الحمد لله ربنا خد بإيدك من الضلمة للنور وبقيتي مش محتاجاني. معقولة برضو يا حاج؟ ده أنا ليه النهار بدعي ربنا إنه ما يحرمنيش منك. ربنا يخليكي، بس يعني الوقت ما بقاش ملكي زي زمان يعني. خير؟ جد في شغلك حاجة؟ عموما ربنا يزيدك من نعمته كمان وكمان. الله يخليك. لا أنا اتجوزت يعني. اتجوزت؟ اللي عرفه إن أنت متجوز وعايش مبسوط وإن مراتك ست كويسة قوي. هي اللي طلبت مني. هي اللي طلبت؟ أنا مش فاهمة حاجة. قال إيه؟ عايزة حتة ولد يملى علينا البيت. إيه مالك يا ست إحسان؟ مخبيش عليك، كان نفسي ومون عيني اللي في ضميري يتحقق، لكن يظهر بقى مفيش نصيب. يمكن نصيبك يكون في راجل أحسن مني. أحسن منك؟ أنا عمري ما شفت ولا هشوف حد زيك يا حاج. بصراحة أنا ما شفتش راجل بالأخلاق دي. صدقيني كل واحد بياخد نصيبه وربنا كرمه كبير. يعني مش هشوفك تاني؟ خليها له الظروف يعني. أستأذن أنا. أهون كده؟ معلش عشان ألحق صلاة الظهر وأنا أسيبك لصلاتك. على فكرة لو في أي وقت حسيتي بضيقة أو زن أو محتاجة أي حاجة هتلاقيني تحت أمرك. أستأذن أنا. مع السلامة يا حبيبي. خليكي مرتاحة.